وللحديث عن التطورات السورية ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث السياسي السوري حسن النيفي. سيد حسن، مرحبا بكم. ميليشيا سوريا الديمقراطية تمهل عناصر تنظيم الدولة حتى الأحد لتسليم أنفسهم. تعتقد سيد حسن بعد خروج أهالي المقاتلين سيستسلم التنظيم؟ تحية لكم وللسادة المشاهدين. واقع الحال أن معركة الباغوز وهي المعركة الأخيرة مع تنظيم داعش في مواجهة التحالف، أعتقد هذه المعركة أحاطها الكثير من الغموض، مما جعل الجميع يتوقع فيها الغاز ربما تكون مفاجئة. فمنذ بداية شهر شباط وأعلن تنظيم قسد أو ميليشيات قسد أعلنت أن عدد المقاتلين الدواعش لا يتجاوز 1000 مقاتل. الآن يقولون ما بقي من التنظيم هناك عدد غير معلوم. وشاهدنا بين تلك الفترة وهذه الفترة أيضا تصريحات مختلفة متناقضة، لكن ما هو مؤكد أن هذه المنطقة تعرضت لسلسلة من الصفقات. هذه الصفقات منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن. غير المعلن أشد خطورة على الوضع السوري، لأنه أتاح المجال للكثير من أعضاء هذا التنظيم بالتسرب إلى بقاع سورية أخرى كالبادية السورية ومنطقة غرب الفرات، ومنهم أيضا من استطاع الوصول عبر مدينة منبج إلى محافظة إدلب. الآن هذه المعركة الأخيرة لا نعرف الآن بالضبط كم هو عدد المقاتلين الذين ينتمون إلى تنظيم داعش، كم عدد هؤلاء المقاتلين، هل هم من القادة الصف الأول، وهل من هناك شخصيات مهمة مطلوبة، هل هناك شخصيات أجنبية. الحقيقة أن هذه معركة الباغوز خضعت لمسألتين. المسألة الأولى هي الصفقات الأمنية كما أشرت. المسألة الثانية هي الاستثمار السياسي. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنهي معركة الباغوز بالوقت الذي يحدده ترامب من أجل أن يستثمر هذا النصر كما يسمونه سياسيا أمام الشعب الأمريكي. ونحن نعلم أن ترامب يواجه أزمة في الداخل الأمريكي، ربما أيضا يستخدم هذا الاستثمار في انتخابات أمريكية مقبلة. أعتقد القضية حسم المعركة لا يتعلق بموازين القوى بين داعش وبين قوات التحالف، لأن الموازين أصبحت مكشوفة. طيب والآن يعني تفضل سيد حسن، الولايات المتحدة كما ذكرتم تفضلتم به تريد إنهاء معركة الباغوز. إلى أي مدى ترى أن الأمريكيين ربما يكونوا مستعدون للخوض في معركة على الأرض بجوار الميليشيات الكردية؟ سيدي الكريم، منطقة الباغوز هي تتألف من 3 مناطق متجاورة، منطقة أشعفة والسوسة والباغوز. طيب. لا يوجد فيها هناك طبيعة صعبة كالجبال أو المنحدرات. لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي هذه المعركة لأنهتها منذ زمن. لننظر ماذا فعلت في الرقة، تركتها أنقاض، وكذلك في منبج. الآن معركة الباغوز، هذا التأخير والتلكؤ في معركة الباغوز ليس بسبب موازين القوى أو صعوبة المعركة، وليس أيضا بسبب وجود المدنيين كما تدعي قادة التحالف. طيب. وإنما هي الآن محط استثمارات، تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تنهي معركة الباغوز مع نضج هذه المسألة حتى يتم استثمارها بالشكل المطلوب. طيب سيد حسن، المجلس الوطني الكردي يقول إن الولايات المتحدة تعتزم إنشاء إدارة جديدة شمال سوريا، كيف يمكن فهم تداعيات هذه الخطوة؟ هذا الموضوع في غاية التعقيد. ونحن نعلم أن كانت هناك تفاهمات تركية أمريكية فيما سبق بخصوص مدينة منبج وبخصوص أيضا شرق الفرات، ولكن هذا الغموض هو مصدره التردد الأمريكي. أمريكا تسعى إلى تحقيق معادلة ربما هي صعبة، فهي من جهة تريد أن تبقي على علاقاتها التقليدية والاستراتيجية مع تركيا كحليف تقليدي، ومن جهة أخرى أيضا تريد أن تحافظ على ولائها
لقوات سوريا الديمقراطية كجهة مقاتلة معها على الأرض. يبدو أن الجمع بين النقيضين هذين هو في غاية الصعوبة، وهذا هو السبب الذي جعل ترامب يتأخر أو يعني يتلكأ في سحب قواته، ويقول بأننا سنبقي على قوات رمزية أمريكية يعني لا تتجاوز 200 جندي، ثم يضاف إليها قوات أوروبية من مئات من الجنود. هذا التواجد الرمزي للأوروبيين والأمريكيين معا ربما يكون هو حماية لقوات سوريا الديمقراطية التي ربما يعني تحافظ على تموضعها في الوقت الراهن بدون التهديد التركي. هذه المعادلة من الناحية النظرية هكذا تطرح، ولكن كيف ستترجم من الناحية العملية؟ يعني الإدارة المدنية في شرق الفرات، هل ستحل الإدارة المدنية التابعة لقسد الآن ويتم تشكيل إدارة مدنية من أبناء المناطق؟ ما مدى التفاهم الأمريكي التركي حول هذا الموضوع؟ ما زلنا الآن يعني ما زالت هذه القضية محاطة بكثير من الغموض، وخاصة أننا شهدنا في الأسبوع الماضي زيارة جيمس جيفري إلى أنقرة، وبقي يومين وكانت هناك ورش عمل في هذا، ولكن للأسف لم يرشح أي شيء عن هذه التفاهمات. أعتقد وهو يعني الأكثر ترجيحا أن الطرفين التركي والأمريكي ما زالا في طور المشاورات، وهناك نوع من التكهنات، ولكن لا يوجد رؤية متبلورة لدى أي من الطرفين. من إسطنبول الباحث السياسي السوري حسن النيفي، شكرا جزيلا لكم.